أنا دايماً شخصياً بقول على طول بلدنا حلوة، دي جملة كده موجودة على لساني طول الوقت، يمكن لأني عشت وتغربت بره مصر كتير من طفولتي مع أهلي، بعدين اشتغلت شوية وتعلمت بره ورجعت، فعارفة قيمة الوطن ده عامل إزاي، وبالذات لما يكون في آراء مختلفة، آراء غربية أو أجنبية أو حتى خارج بس القطر المصري، ببقى عارفة قد إيه هم بينظروا لمصر بطريقة مختلفة. وكتير لما بنقعد نتكلم عن بلدنا ونقول الحاجات بتضايقني قوي كلمة تطبيل، لا أنا أقدر أطبل لبلدي طول الوقت، الكلمة اللي بقت منتشرة بلدنا حلوة، لما يكون عندك حاجة حلوة اتكلم عليها وقول اللي فيها، امال يعني مين هنتكلم، مين هنجيب ناس من بره يتكلموا على بلدنا؟ لا، هو ده اللي حاصل، الناس اللي من بره بيتكلموا بالورقة وبالقلم وبيتكلموا من حاجات هم شايفينهم على الأرض. خليني أخدكم مع هذا الخبر، الفرنسية المتخصصة في التغيرات المناخية ميشيل صبان وهي رئيسة الصندوق الأخضر للنساء بفرنسا، زارت مصر ميشيل صبان مؤخرا ضمن وفد فرنسي وكتبت مقال، في المقال استعرضت فيه جوانب عدة عن زيارتها لمصر، وأكدت أن مصر يعني زي ما شافتها يعني جددت نفسها، وأن مصر أمنت حدودها واستثمرت في حاجات كتيرة زي التقنيات المتقدمة، وكمان أكدت أنه منذ وصول الرئيس السيسي للسلطة في مصر وصفته بأنه يعني هو يعني أوجد هذه الحضارة المصرية الجديدة، وأن ده مستوحى من الحضارة الفرعونية. وأكدت كمان ميشيل صبان إلى أن مصر طريقها لكي تصبح من الآن ومستقبلا بلدا رائدا اقتصاديا وثقافيا بالمنطقة. طبعا الكلام اللي قالته ميشيل صبان ده قالته بناء على زيارة، هي زارت أماكن كتير وكان لها لقاءات كتير، وكانت موجودة كمان في وقت COP27 والتقت بناس مختلفة. لكن في كمان في ختام مقالها استعانت ميشيل صبان بكلمة الرئيس السيسي خلال قمة المناخ COP27، وحينما قالت دعونا نواصل جهودنا من أجل حماية الحياة على كوكبنا لأنفسنا وللأجيال القادمة. يعني أعتقد أنه المقال اللي اتكتب ده أو اللي كتبته ميشيل صبان ده مقال بناء عن الزيارة اللي هي شافتها في مصر. الغربي لما بيزور أي بلد بيبقى عنده حاجات كتير قوي لازم يتأكد منها، شوف البلد دي أهلها بيتعاملوا إزاي، بيشوف التقدم بالأرقام، بيشوف الخريطة عاملة إزاي، بيشوف الإنجازات على الأرض، وبيشوف كمان وضعها الاقتصادي كان إيه، خصوصا أنه الوقت اللي مصر نهضت فيه في السنوات بعد بالذات ثورة يناير، في النهضة اللي حصلت ليها والتقدم حتى وقت الكورونا، التقدم في الشكل الاقتصادي رغم الأزمات العالمية، ولكن بتقدر هي بعد كده تعمل تقييم، وعلشان كده كان المقال بأنه مصر تتقدم إلى الأمام. خليني أروح معاكم كمان ونقول أعلن ضياء رشوان المنسق العام، هنا هنروح للحوار الوطني، عقد هو لقاءات الحقيقة تشاورية كتيرة بين المنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي في إطار حرص مجلس الأمناء على مشاركة كافة أطياف المجتمع المصري ورموز المجتمع المصري وقيادتها بمختلف المجالات في الحوار الوطني، وعقب مناقشات طويلة وبناء على تلقي مجلس أمناء الحوار في الحضور عدة قوائم للمشاركة في اللجان المتخصصة للحوار بتضم مجموعات كبيرة من القيادات والرموز السياسية والفكرية والحقوقية وأيضا الفنية. طبعا خلينا ناخد معانا الفنان أحمد عبد العزيز، وأنا شايفة طبعا الفنان أحمد عبد العزيز مش بس لأنه فنان كبير وفنان عظيم وعمل أدوار الحقيقة يعني كلها أجمل من بعضها، وهو الآن كمان يتألق في سره الباتع في دور جديد عليه من نوعه، هو أحد الرموز المنضمة حديثا للجان الحوار الوطني. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء الخير، ازيك مدام شفتي؟ كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيب ورمضان كريم، ولسه كنت بتفرج عليك من شوية ومش مصدقة يعني جمال الدور اللي انت عامله، ده دور جديد عليك اللي هو الشر والذكاء والفتنة، ويعني اعتقد انت يعني رحت المنطقة تانية خالص في ادوار جديدة في سر البيت. الحقيقة شخصية جديدة، ويعني انا كنت خايف ان يبقى رد فعلها يعني مش كويس، طبعا هو رد فعلها مش كويس، ولكن الناس يعني فاهمه انه انا بجسد شخصيه بالشكل ده طبعا، فمبسوطه من الاداء يعني، والحمد لله بيوصلني يعني
آراء كتير ويعني ثناءات كتير على الشخصية. أكيد ويعني أصل الدور صعب ومحتاج يعني فنان كبير علشان الناس تصدقه بخبرتك وبأدائك وبالاحترافية التمثيل، فعلشان كده الدور يعني ليه مساحة مهمة ودور مهم يعني في المسلسل. طيب خلينا نتكلم على هذا الخبر الجديد، وحضرتك أحد الرموز المنضمة حديثا للجان الحوار الوطني. أنا عايز أسألك يعني أنت كفنان، أنت قدمت أدوار وطنية كتير وقدمت أدوار مختلفة، شعورك إيه وأنت يعني بصوت الفن الراقي الداعم المهم جدا تكون مشارك في الحوار الوطني؟ والله طبعا هو يعني اولا هو شعور بالسعاده، يعني شعور بالسعاده والفخر انه باختار لكي اشارك في الحوار الوطني اللي هو يعني من الأحداث المهمة جدا جدا اللي بتحصل في مصر في اليومين دول، فشعور بالسعادة وأيضا يعني مشاعر شكر كبيرة لكل اللي رشحني لأن أكون في مثل هذا الحوار، لأنه الحقيقة أنه يعني مصر وقضايا مصر وأحوال مصر هي طول عمرها بالنسبة لي شغلي الشاغل منذ نعومة الأظفار زي ما بيقولوا، يعني صحيح. منذ الصغر وإحنا اتربينا على حب مصر والاهتمام بيها وبكل أحوالها، فبالتالي ومن خلال خبرتي في العمل الفني يعني خبرتي الطويلة يعني ممكن يبقى الواحد يعني يستطيع أن يشارك برأي أو بوجهة نظر عن أحوال الفن على الأقل. أكيد. هل أنا أقدر أقول لأنه يعني الفنان عموما بطبيعته لأنه يعني بيقدم شخصيات كثيرة من المجتمع، شخصيات متنوعة، يعني الفن بيديله مساحة أنه يغوص في الشخصيات المصرية بشكل كبير، فطبيعي كل شخصية هو بيدرسها اجتماعيا، فبالتالي لما تكون حضرتك كفنان وبهذه الخبرة وأيضا يعني وجودك انت كمان يعني بتمثل وفاهم كويس قوي طبيعه المجتمع المصري وشخصياته المتنوعه. تمام. دي مساله مهمه جدا يعني، والحقيقه انه دراسه الشخصيات المختلفه في المجتمعات والبيئات المختلفه في مصر مش بس بتوصل ان الواحد يعرف الشخصيه اللي هو بيعملها، لا دي كمان بتديله فكره كبيرة عن المجتمع ده ككل. صحيح. يعني فكرة كبيرة عن اسكندرية لما أكون بعمل مثلا بحار مندي، أو عن إنا لما أكون بعمل البدري بطار، عن المحافظة أو الجهة دي ككل سواء بحري أو إبلي أو سواحلي او كذا، واخد بالك؟ ف ده بيخلي الواحد الى حد كبير يبقى عارف طبيعه المجتمع المصري ككل. صحيح. يعني انا بتصور ان ده يعني من الاشياء الجميله انه يكون التمثيل ممثل والرموز اللي موجوده في الحوار الوطني تكونها كمان رموز لها من الخبره وايضا لها يعني ايه يعني من المعرفه بكل شخصيات والمجتمع المصري تماما. الفنان احمد عبد العزيز بنبارك لك اولا على المسلسل، وايضا يعني اعتقد وجودك كاحد رموز المنظمه الموجوده كمان او داخل اللجان وايضا الحوار الوطني هيكون شيء جميل. بشكرك شكرا جزيلا. زي كده ما سمعتم النهاردة احنا بنتكلم عن مصر بتقدم حوار وطني بينضم ليها فئات مختلفة من كل المجالات، علشان نقدر نقول انه حوار، لان انت علشان تدير حوار لازم يكون عندك كل الفئات ممثلة، فبالتالي كل الأصوات يعني كل الأصوات المصرية تكون موجودة في هذه اللجان اللي بنتمنى لها كل التوفيق، لانه الحوار هو اللي هيخدنا دايما الى فترات ومحطات مختلفة. فاصل وأعود وأتواصل معكم باقي فقرتنا هذه الليلة التاسعة، أرجوكم ابقوا معنا. تفضلوا.
عايزين ناخدكم كمان لعدد من الأخبار والفقرات كمان. تعالوا نروح لفرنسا، والخبر بيقول بيواجه الفرنسيون زيادة حادة في أسعار استهلاك المياه، وده نتيجة تأثر هذا القطاع بشكل غير مباشر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. في هذا الصدد دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال ماكرون أنه قطاعات الاقتصاد يعني دعا لخفض استهلاك المياه بنسبة 10% بطبعا حلول سنة 2030. وأكد كمان ماكرون أنه مواجهة لمواجهة ارتفاع أسعار الاستهلاك. أشار إيمانويل ماكرون إلى أن دعوته لخفض استهلاك المياه تأتي ضمن خطة مبدئية لتوفير المياه ومواجهة ارتفاع أسعارها واللي سبب الجفاف اللي بتشهده فرنسا مؤخرا. طبعا انتوا شايفين فرنسا بقالها فترة الحقيقة بتمر بأشياء كثيرة جدا، وطبيعي انه طول الوقت هم يكون عندهم مساندة ويسألوا ويطلبوا من يعني الشعب نفسه انه يتجاوب معهم بشأن استهلاك المياه. خليني كمان أروح كده معاكم للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. وطبعا المجلس القومي يعني قام بترجمة الجزء الثاني من مسلسل الكرتوني يحيى وكنوز، وأشاد طبعا فيه ليه، لأنه طبعا حلو جدا أنه الإشادة بالترجمة دي علشان كمان يبقى يعني كل الأطفال وكل اللي بيتفرجوا يبقوا كمان مبسوطين. الترجمة أو يعني وجود لغة الإشارة كمان فيها أمر خلى يعني كده في تحقيق شمولية في وصول الفكرة نفسها الهادفة لجميع فئات المجتمع ودون تمييز. فبالتالي طبعا زي ما أنتم شايفينها كده على الشاشة الإشادة من المجلس القومي بأنه شيء جميل أنه كل الأطفال يقدروا يستمتعوا حسب كل الناس وحسب الحالات عاملة إزاي، وفي النهاية يبقى في شكل كده لطيف وفي شمول زي ما قالوا دون تمييز بأي شكل من الأشكال. خلينا كده زي ما أنتوا شايفين ده جزء من مسلسل يحيى وكنوز. خلينا ناخد يعني مؤلف المسلسل الأستاذ محمد عدلي. مساء الخير أستاذ محمد. يعني شيء جميل الإشادة اللي موجودة باستخدام لغة الإشارة، وأعتقد ده كمان بيلم شمل الأطفال كلهم كل حسب حالته. يعني ده حقيقة وبيتيح فرصة أكبر لشرائح أكبر إن هي تتابع المسلسل. طبعا يعني في الحقيقة أنا بشكر المشاركة المتحدة إن هي أتاحت موضوع زي ده، وأعتقد إن هم القائمين على الشركة هم اللي فكروا في الموضوع وهما اللي بالفعل نفذوه وكانت فكرتهم، فأنا بشكرهم جدا، وهي هتتيح فرصة كويسة جدا لعدد أكبر من الأطفال والشريحة أكبر من ذوي الهمم إن هم يشوفوا المسلسل يعني. وأعتقد طبعا أنه دي هتبقى فكرة يعني هتبقى على طول موجودة في أي عمل يبقى فيه على طول لغة الإشارة موجودة، ويقدروا كل الأطفال يعني يبقى أي طفل حاسس أنه المادة دي موجهة ليه. طبعا أنا أتمنى ده إن شاء الله يبقى يحيى وكنوز بداية، ويبقى كل الأعمال الموجهة للطفل، وبالوقت ما يبقاش كمان الأعمال الموجهة للطفل بس، كل الأعمال تبقى مدعومة ومترجمة إلى لغة الإشارة. أكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وبنتمنى إن شاء الله أن كل الأطفال يسعدوا بهذا المسلسل يحيى وكنوز. المؤلف الأستاذ محمد عدلي بشكرك شكرا جزيلا. طيب تعالوا كده نروح، أنتم عارفين طبعا أنه مسلسل جميلة اللي بيذاع على شاشة القناة الأولى وبيذاع أيضا يعني على شاشات أخرى للنجمة ريهام حجاج. وريهام حجاج في هذا العام يمكن بتقدم موضوع مهم جدا وبتحقق الحقيقة يعني نجاح، وهو من المسلسلات اللي حقق نجاح كبير على الشاشة، لأنه كمان الموضوع مختلف وفي كمان كده يعني مهمة هي بتقدمها، وهي طالعة في النيابة في سلك القضاء، وقد إيه المهمة دي بالنسبة للمرأة كمان إنها تتولى ده بثبات وبهمة كبيرة. المسلسل فيه تفاصيل كتيرة وكواليس كتيرة، والنجوم الحقيقة يمكن في منافسة حتى في التمثيل، مش بس ريهام حجاج طبعا النجمة، ولكن كمان سوسن بدر الحقيقة عاملة دور كبير في المسلسل. خلينا نروح لمخرج العمل الأستاذ سامح عبد العزيز. مساء الخير يا فندم.
مساء الفل استاذ شفقي، ازي حضرتك؟ يعني أنا بشكرك جدا لأن مسلسل الحقيقة السنة دي ريهام عاملين مجهود، وخليني أقول إنه فريق العمل كله الحقيقة عامل مجهود كبير في المسلسل. الحمد لله، ورا الكاميرا قدام الكاميرا الحمد لله كله في حالة جميلة، وإن شاء الله تكمل على خير بإذن الله. إن شاء الله. فكرة كمان إنه البطلة موجودة في سلك القضاء، ده برضو بيخلي في المعالجة والكتابة والتناول، بيخلي أيضا يعني في لازم، عايزة أقول في انتباه لإنه الأداء يبقى عامل إزاي، الدخول يبقى عامل إزاي، الملابس طبعا، الشخصية، الانفعالات، فكلمنا شوية. المفاجئ إن في يعني نسبة كبيرة من الوظائف المهمة تشتغلها المرأة فعلا. صحيح. ده بقى لنا سنين يعني. ناقص بس نلقي الضوء على عشان النت مش عارفة كده. لكن لا، أنا شايف المرأة دلوقتي بقت رئيسة نيابة وطيارة وكمان في السلك الحربي كمان. طبعا. لا، وهي كمان يعني انت كمان مساعدها كمان في الاداء، في التصوير، الجديه اللي هي طالعه بيها، ان هي ما بيهمهاش حتى لو حد من اهلها عامل مشكله، هي عندها يعني شرف المهنه زي ما بيقولوا اهم من كل شيء. لا، وريان بتركز في التفاصيل جدا وموهوبه جدا، وبقى عندها نضج كده بيريحني خلاص. خلاص بقيتوا عاملين فريق عمل. المنافسه السنه دي كمان قويه، الفنانه سوسن بدر، عبير صبري، اسماء كتير عشان ما ننساش الحقيقه، كلهم عاملين ادوار مختلفه. ادوار مهمه، وهاني عادل حبيبي، واحمد وهاني عادل طبعا، ويسرى اللوزي عامله دور. ايوه، يسرى اللوزي كمان وجودها مهم جدا مع ريهام، يعني في كده يعني منافسه حلوه في التمثيل. كلهم لان الخطوط كلها متشاركه، والاستاذ ايمن سلامه المره دي كمان عامل يعني دور ملوش لازمه، او كلهم مترابطين. اكيد. انتوا خلصتوا تصوير ولا لسه موجودين؟ والله لسه استاذ شفتي، هو صور حاله يعني لسه بتصور. طب ما تقول الاحداث اخبارها ايه؟ جميله هيحصل لها ايه؟ يعني جميله دايما عندها مفاجات حلوه كتير. احداث حلوه كتير. ايمن الحمد لله السنه دي عامل اكتر من كذا فيلم جوه مصر. اكيد. انا بشكرك ومش عايزه اعطلك، وعارفه ان انتوا بتشتغلوا ومش عايزين جميله بقى بتشتغل في السلك القضائي تعمل لنا مشكله، فيعني انا بشكرك شكرا جزيلا، اتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله لنا يعني كلام كتير بعد انتهاء العمل كامله من طبعا في الكواليس وايضا من الاذاعه. خلينا ناخد فاصل، وبعد الفاصل الحقيقه انا عايزه اروح معاكم الى مسلسل سر والباتع، وهنروح لسر والباتع مش علشان بس هنتكلم على المسلسل، ولكن المسلسل مبني على قصة. القصة كانت في رواية حادثة شرف، هي قصة سر والباتع، الأديب الكبير طبعا يعني اللي بيمتعنا يوسف إدريس. في الفقرة اللي جاية هيكون ضيفي نجل الأديب الكبير يوسف إدريس، المهندس سامح يوسف إدريس، وهنا هنعرف كواليس كتيرة تحولت القصة سر والباتع من مجرد قصة لأديب كبير إلى مسلسل تلفزيوني اللي دار في الاتفاق بينهم وبين المخرج خالد يوسف. هل الأسرة الأديب الكبير يوسف إدريس بعد إذاعة المسلسل عندهم سعادة بهذه التجربة؟ هل عندهم بعض الملاحظات؟ كل ده هنعرفه بعد فاصل قصير، أرجوكم ابقوا معنا. عندما يكتب الأديب رواية أو قصة هو لا يفكر في السينما أو التلفزيون، هو يفكر في المنتج اللي هو بيكتبه. عادة الأدباء وتحديدا أديبنا الكبير يوسف إدريس طبعا هو علامة القصة القصيرة، فلما تقرأ يعني قصص قصيرة ليوسف إدريس يعني تحس إنه يعني هذه الورقات أو ورقة تتحول إلى عمل، لأنه كل جملة عند يوسف إدريس فيها شرح ووصف وخيال. ولكن هل كان يتخيل الأديب الكبير يوسف إدريس أن يتحول سر الباتع الورقة ونصف أو الورقتين من قصة موجودة في رواية حادثة شرف أن تتحول إلى عمل تلفزيوني؟ ده سؤال يجيب عنه أسرة الأديب الكبير يوسف إدريس، وضيفي طبعا يعني عميد هذه الأسرة المهندس سامح يوسف إدريس اللي هسأله أسئلة كتيرة جدا. وببساطة، إيه اللي حصل؟ الاتفاق جه ازاي؟ طب عجبكم المسلسل وايه الحكايه؟ في ضيافتنا المهندس سامح يوسف ادريس. مساء الخير. مساء الفل، واهلا بحضرتك يا استاذه شفقي والساده المشاهدين الكرام.
يعني ده حاجة جميلة جدا الواحد يقدر يشرح الخلفيات اللي تحدث خلف المسلسل. السر الباتع بقى بتاع الرواية. أولا خليني أمشي كده معاك. هذه الرواية دي يعني هل كان يتخيل كتبها أساسا يوسف إدريس أعتقد في سن الثلاثينات؟ هي عملها وهو عنده 31 سنة سنة 1957 من ضمن مجموعة حادثة شرف. حادثة شرف قصة قصيرة. وهو بيقصد بسر الباتع البطولة، يعني أي شعب أو مجتمع محتاج بطولة، محتاج بطل، بطل يحفزه إن هو يذاكر، يحفزه إن هو يتمرن، يحفزه إن هو يشتغل. فهو البطل في كل واحد فينا، في كل واحد فينا في سر الباتع. صح، عنده هو بطولة. صحيح. هو يوسف إدريس هو نفسه عنده سر باتع؟ أكيد. لأن هو ما كتبها وهو عنده 31 سنة. كان هو من أصل ريفي طبعا، من قرية البيرون محافظة الشرقية، فهو فلاح وكان بيتخيل ان هو في فلاح بطل وان هو ممكن يبقى الفلاح البطل ده اللي هو بعد ما بيتوفى ب 30 سنة بيعملوا له مسلسل ويقولوا له مدد. انت بتقصد على يوسف ادريس يعني ممكن. التوازي طبعا ممكن ان هو بطل وبعد ما توفى فيبقى المسلسل يعني يعود او ما كتبه يبقى يتحول لحالة الحقيقة. صحيح، ده سره الباتع، ده سره الباتع، ان هو لا ينتهي. ده سر يوسف ادريس الباتع يعني. وكل واحد فينا في سره الباتع. حامد هو ممكن يكون يوسف ادريس نفسه. صحيح، ممكن. صحيح، ممكن. الاستاذ خالد يوسف بقى عاشق لهذه القصه واشتراها قبل كده. احنا لازم نوضح للساده المشاهدين ان الفكر لا يباع. الفكر الناس بتاخد حق الاداء العلني له لفتره لا تزيد يعني. عن في القانون المصري عن 5 سنوات. تمام، بعد 5 سنوات بيعود الحق الى اصحابه. تمام. فهو كان مش عارف لسه هيعمل فيه ايه. خده قبل المره دي، خده قبل 5 سنوات وخلصوا ورجع اشتريه تاني لان ما كانش عامل حاجه في 5 سنوات، فرجع يجدد بقى الاتفاق تاني. واشتريه مره تانيه وقدمه بقى في صوره مسلسل. احنا اتفاجئنا بيه المسلسل، احنا كنا متخيلين ان خالد يوسف بتاع سينما هيعملوا فيلم مثلا. فيلم. واعتدتوا انه اعمال يوسف ادريس تحولت الى اعمال سينمائيه طبعا، ان الداهه، العيب، الحرام، صحيح، قاع المدينه. يعني هو اول مره هو بيتفق معاكم، ما كانش لسه فكره المسلسل قائمه. هو حط في بنود العقد ان هو حق له انه يعمله بكل صور الاعمال الفنيه المتاحه كمسلسل. تمام. او مسرحيه او سينما. دايما يعني البنود في العقود بتنص على هذا، لكن بتنص على شرط مهم جدا، ان المعالجه الدراميه لازم الاسره توافق عليها او اللي معاه حق التاليف عشان ما يشوهش المسلسل. وانا شايفه ماشي لغايه دلوقتي كويس، يعني احنا مش هنحكم عليه الا لما يخلص المسلسل لان احنا صحيح. لسه انطباعك في الاسبوع الاول. انطباعك ايه بقى بعد يعني انت الان تشاهد المسلسل وانت حاسس انه يعني كل ما هو موجود على الشاشه الاصل بتاعه كان في الروايه؟ صحيح. اولا خلينا نقول ان هو كان والدي الدكتور يوسف ادريس كان معروف للفئه المثقفه. وصحيح لعامه الشعب جزء كبير منهم، لان في قصص للدكتور يوسف ادريس زي نظره موجوده في مقرر سنوي لازم صحيح. تدرسها. صح. لكن اول مره يخش البيوت بقى بيت الجاهل، بيت التلفزيون. فالتلفزيون ده خطير، ده وخصوصا في رمضان الناس بتفطر وتقعد تتفرج. صحيح. فالنهارده بقيت امشي للناس اللي تعرفني يقولوا لي سر الباتع. ده عمل لك سعاده. هو يعني بغض النظر عن سعادتي، حسيت ان والدي زي ما تنبأ ان هو بعد سنين طويله الناس هتدرك مدى اهميه انتاجه الفني. أيوة. او الادبي. وهو عنده سر باتع اكيد، يعني بدليل ان هو بعد ما توفى ب 30 سنه في مسلسل بيتعمل له ومسلسل ناجح. أيوة. الحمد أكيد. لله لغايه دلوقتي. اكيد. طيب قول لي بقى دلوقتي تفاصيل المسلسل مع بدايه العمل التلفزيوني، انت بقى رايك فيه ايه؟ رايك ايه في المسلسل؟ رايك ايه في الشخوص؟ اختيار الابطال؟ التصوير؟ يعني كويس قوي السؤال ده. اولا حضرتك لازم المشاهد يفرق بين ان هو بيتفرج على عمل درامي في صوره مسلسل وبين ان هو بيتفرج عن فيلم تسجيلي عن تاريخ. فالعمل الدرامي بيبقى له رؤيتين، رؤيه الكاتبه ورؤيه مخرجه. صحيح. لكن لو انت عايز تعرف التاريخ ماذا حدث بالظبط ارجع لكتب التاريخ او اتفرج على فيلم وثائقي. لكن العمل الدرامي بيبقى له رؤيه فنيه فيه مختلفه عن الحقيقه، مبالغته احيانا. فكر مختلف، هو خلط الخيال بالخرافه بالحقيقه. في مزيج كده جميل، يعني انا عاجبني. أجمل حاجة عجباني فيه إن هو بيحيي فينا الوطنية اللي هي يعني لازم كل شوية تحييها زي النبات كده تديله فيتامين عشان يكبر.
الشخصيات رائعة يعني. أنا شايف هو جايب يعني نخبة من ألمع النجوم. بعض الشخصيات قد يكون عليها بعض الجدل، وهو متعمد وجود هذا الجدل علشان يعمل مشاهدة أكتر عليه. أما الأحداث تقصد أنه المخرج يعني عنده تعمد في اختيار بعض الشخصيات أنها تبقى مثيرة للجدل. متخيل كده يعني. يعني أنا لو مكانه هعمل كده، أخلي الناس تتكلم فيوم طب أنا عايز أتفرج على المسلسل، الناس بتتكلم على الشخصية دي، أشوف دي شكلها إيه، فيعجبني المسلسل فكمل معاه. بعض الملاحظات بقى والنقد على الأعمال الدرامية بصفة عامة وليس مسلسل والدي بس، ففي مسلسلات كتيرة جدا مميزة زي المسلسل اللي بيتكلم على الإمام الشافعي، رسالة طبعاً. الإمام بيطلعه مثلا وهو بنضارة كان بيقرأ السيناريو ويقول لك ده جوه المسلسل. يعني إحنا مش عايزين نتربص، ما الكلام ده مش حقيقي اصلا يعني. فالناس بس اصلها بتخلط الاشياء. هي مشكله ان الناس بتطلع انتقادات ولا 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 تعطي لنفسها وقت انها تستمتع بالاعمال. صحيح يعني حقيقي. خليني كده واحنا بنتكلم عن الابطال هناخدك معانا مداخله باحدى بطلات مسلسل سر والباتع، الفنانه نجله بدر. مساء الخير يا نجله. مساء الخير، ازيك يا شفكي؟ مساء الخير، ازيك يا استاذ سامح، اخبارك ايه؟ مساء الفل يا فندم. الحمد لله تمام. ازيك، منورنا بجد ومبسوطه جدا بوجودك يعني. الله يخليكي، وانا كمان. ازيك يا شفكي، اخبارك ايه؟ تمام، احنا دايما معاكي ودايما متابعينك في كل حاجه حلوه بتقدميها، فكلمينا عن سر والباتع. انا شخصيا سعيده جدا وفخوره جدا بهذا العمل. اولا بدايه من قصه سر والباتع، الاستاذ يوسف ادريس ده بالنسبه لنا تاريخ، والحمد لله ان احنا رجعنا لعمل فني بيقام على اساس روايه او قصه، لان احنا مفتقدين الاعمال دي ومحتاجينها اصلا يعني، محتاجينها لان الفن اساسا الفن المصور طلع بدايته مع الروايات والقصص. فالعوده دي بصراحه انا شايفاها عوده صحيه للدراما المصريه. تاني حاجه وجود طبعا اسم الاستاذ خالد يوسف، لان هو مخرج معروف عن اعماله العظيمه من زمان، وكلنا كنا متابعين اعماله، خصوصا ان هو برضه تلميذ مخرج عظيم برضه زي يوسف شاهين. ثالث حاجه هو الشركه المنتجه اللي وفرت كل الامكانيات علشان العمل ده يطلع بالصوره دي، وفعلا كان في امكانيات كتيره جدا توفرت. رابع حاجه هو الزملاء الفنانين اللي موجودين وعوده الفنانين الكبار، يعني ابتدت تاني يبقى ليهم المساحات الصحيه اللي كانت لازم تكون موجوده طبعا. تشعب الشخصيات واستاذ خالد طبعا عمل زي ما نقول تضافر ما بين الروايه او القصه واحداث حاليه يعني. خلي بالكم هي لسه ما بنتش يعني، هي اللوحه لسه ما كملتش. صحيح، يعني أنا كمان شايفة أنه حتى البوستر العام بتاع المسلسل هو بوستر جماعي، لأنه هو البطل الرواية. صحيح. هي اللي جامعة كل الناس دي، يعني ما فيش بطولة مطلقة لأحد. هو ما فيش بطولة مطلقة لأحد، بس في عمود فقري. آه طبعا. يعني بنسميه في سلسلة ظهر هتربط المسلسل من أوله لآخره. صحيح. والسلسلة دي موجودة بداية من الرواية أو من القصة. فأنا دايما بقول إن اللوحة لسه ما اكتملتش. لسه ما اكتملتش، احنا بنعمل فن. الفن ده في بداية ووسط ونهاية. في لوحات لسه بتكمليها، بتعملي زي البازل كده بتتكون علشان تبان. صحيح. فأنا شخصيا فخورة بالعمل ده جدا، وشايفة إن أنا ده بالنسبة لي إضافة. مش أنا اللي ضفت له، هو اللي ضافني. إن العمل ده هيؤرخ، العمل ده هيفضل عايش، واجيال بعدينا هتشوفه، واجيال بعدينا هتفهمه. يعني خلي بالك ممكن يكون الجيل الموجود مش فاهمه قوي، فاهماني؟ لكن مع الوقت زي اعمال كتيره قوي احنا دلوقتي. صحيح. بنشوفها اتعملت زمان وبنقول ايه. لانه العمل كمان مش بس بيقدم افكار وبيعمل توازن ما بين التاريخ الماضي والحاضر، ففي شغل كبير جدا الحقيقه. ده سرد حقيقي على فكره. صحيح. خلي بالك السرد ده سرد حقيقي، روح في حياه، في شخصيات حيه، في شخصيات موجوده كانت في المجتمع وما زالت موجوده لغايه دلوقتي، وهتشوفيه في التضافر اللي هيكتمل بيها اللوح. انا بس كنت بتابع بس كلامكم في حته النقد الزايد. الموضوع مش هو غريب، بس ان الناس بيظهر من كتر ما بقى فيه حاجات كتيره معروضه، ابتدت زي ما يقولوا ايه
تدور على الاخطاء. زمان لما كان عندنا مسلسلين بس كنا بنبقى راضيين ومبسوطين وكان فيهم اخطاء برضو يعني، انت فاهماني؟ لكن دلوقتي انا مش فاهمه اصلا احنا ليه بنتصيد لبعض الاخطاء. صحيح. في الاخر هو عمل مصري، في الاخر هو فن مصري، المفروض نكون واقفين جنبه فخورين بيه، نستنى نهايه العمل ونشوف اللوحه كامله وبعد كده نقدر نتكلم او نقيم او نعترض او نتناقش او حتى نتناقش. لكن الاعتراض السابق دي ظاهره غريبه، هي طايله كل المسلسلات. صحيح. يعني دي غريبه شويه. صحيح. انا بالنسبه بس انا عايزه اقول لك حاجه يا نجله، هي الناس الغير مستمتعه غير مستمتعه على طول، يعني يمكن لانه الطقس الرمضاني يعني كله او الحياه الاجتماعيه اللي موجوده هي الدراما والفن، فاللي هو يعني فهم ماسكين فيها يعني. فيعني لكن يبقى الفن الجميل موجود، وخليكم مركزين في الحاجات الحلوه اللي بتعملوها، ونتمنى لك التوفيق. الفنانه نجلاء بدر وهي احدى بطلات المسلسل، بشكرك شكرا جزيلا يا نجله. هرجع تاني كده برضو ويعني اسالك، احيانا بتبقى اسره اديب كبير قاعده بتتفرج، فانت قاعد هنا بتتفرج بروح يوسف ادريس، ماذا لو شاهد يوسف ادريس هذا العمل الان في 2023؟ ملاحظاته ممكن تبقى عامله ازاي؟ تظل مصر متربعه على عرش الدراما في الدول العربيه كلها. احنا اللي خلقنا الدراما، واحنا اللي عندنا اكبر عدد من المسلسلات واجمل عدد من المسلسلات. كنت سعيد انه شركه المتحده يعني تسخر الامكانيات لعمل وطني كبير يحمل اسم يوسف ادريس. طبعا انا سعدت جدا، وخصوصا لما عرفت ان هم قبل ما يبتدي العمل رصدوا يعني ميزانيه ضخمه، لان هو طبعا في حاجات بتنفجر ومعارك و صحيح واعداد ضخمه بتشارك لاول مره يعني. حضرت التصوير؟ ان شاء الله يعني بتمنى ان انا احضر قبل ما يخلص باذن الله. تحضر حاجه فيهم يعني ان شاء الله. هل دار اي حوار بينك وبين المخرج خالد يوسف بعد اذاعه المسلسل؟ كلمته وباركت له في الاول وقلت له في مفاجات، قال استنى في مفاجات كتير، فاحنا مش عايزين المشاهد يستعجل، لسه اللي جاي احلى. الاحداث اللي احنا شايفينها على الشاشه يعني في اطار الروايه كلها ولا في تفاصيل كتيره مش موجوده في الروايه؟ هو كان بيمسك كل جملة كتبها الدكتور يوسف ادريس ويعمل منها مسلسل، لكن في بعض الحاجات هو أدخلها في رؤيته الدرامية، زي مثلا جزء عن ثورة يناير. طبعا القصة دي مكتوبة قبل ثورة يناير ب30 سنة، مكتوبة في الخمسينات. فهو دي معالجة درامية، هو بيحاول يعني يربطها بالأحداث الهامة التي حصلت في تاريخ مصر. يعني لو كان يوسف ادريس موجود كان هيحضر التصوير؟ أنا هحضر التصوير نيابة عنه، اللي خلف ما ماتش طبعا. لكن هو كان يحب يحضر؟ طبعا هو كان دايما بيحضر كل تصوير لكل عمل له، يعني حضر في الحرام وحضر في كله، وعندي صور لكل الحاجات دي مع الممثلين والأبطال. وكان يعني كان مثلا يبقى في حوار بينه وبين الفنانين؟ كان صاحبهم يعني. كان صاحبهم كل الأبطال، هو كان بيحب الفن يعني. وجيل العظماء كلهم بقى، رشدي أباظة وفاتن حمامة وكل الناس. اختيار الأبطال بالذات البطل حامد، يعني احنا عندنا حامد الصغير اللي بيبحث عن القضية وحامد الفلاح، ايه رأيك في اللي حاسس ان هما شبه حامد يوسف ادريس؟ هما مصريين ومصريين قوي شكلا واحساسا وموضوعا، فمأثرين فيا جدا، والبطلات كمان ممتازين يعني. مش عايزين نتكلم على الأبطال بس. هل تسعد لو مثلا تم تحويل مثلا عمل تاني من أعمال الأديب يوسف إدريس لمسلسل تلفزيوني، حاجات تانية، ده يسعدك اهتمام الدولة بتحويل الأعمال الأدبية إلى تلفزيونية؟ طبعا يسعدني ويشرفني إن الفكر يطلع في صورة مسلسل، لأن بقى صعب على الناس تقرأ النهاردة. يجيب كتاب ويقعد يقرأ، فالدراما لكن سهل عليه يقعد يتفرج على المسلسل ويشده ويتابعه، فهيوصل الفكر بطريقة أو بأخرى. أنا الوقت عندي انتهى، والكلمة الأخيرة ليك، مين سر البتاع؟ سر البتاع كل واحد فينا عنده سر البتاع، كل واحد فينا. مهندس سامح يوسف إدريس بشكرك، كل سنة وانتم طيبين، ومبروك المسلسل، ومبروك أن تبقى روح يوسف إدريس دائما أديبنا الكبير موجودة على الشاشة وموجودة في كل مكان. بشكري. كل سنة وانتم طيبين، ولكم كل التوفيق. مشاهدينا الكرام، هتفضل الدراما موجودة والكواليس شغالة والإضاءة مفتوحة، والسادة الفنانين وكل فرق العمل صناعة الدراما المصرية هي ماكينة فنية شغالة طول الوقت. ما زلنا في الشهر الكريم، وما زلنا نتابع معكم كل الأحداث في مصر في الفن وخارج الفن. غدا تلتقون مع حلقة جديدة من التاسعة، أما أنا فأشكركم وإلى اللقاء.